هل يجوز للنساء لبس الثياب البيض؟ يجوز لبس الثياب البيض اذا كانت على طريقه سليمه ليس فيها مشابهه للرجال، اذا كان فيها اشياء دخل فيها اشياء خياطات ووصل تميزها عن الرجال. اما لبس البياض على طريقه الرجال فلا يجوز، تشبه. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المراه تلبس مثل الرجل، لكن اذا لبست الابيض او الاسود او الاحمر على طريقه لا تشبه الرجال. الرجل يلبس الاحمر ايضا، يلبس جبه حمراء او سوداء او خضراء او غير ذلك، فلا بد ان تكون لبستها غير لبسه الرجل، ولا بد ان تتميز، والا فهي ملعونه اذا تشبهت وهو ملعون اذا تشبه بها، كل منهم ملعون. فعليهم جميعا ان يتباعدوا عن التشبه، فهي تلبس لباسا لا يشابهه وهو يلبس لباسا لا يشابهه، هذا هو الواجب عليه.